من جديد نلتقي مشاهدينا الكرام، نتحدث عن مدينة عدن الجميلة، عن ماضيها وحاضرها، ونرسم سوية محددة مستقبل مليء بالشروق والمنجزات. فأهلا ومرحبا بكم في برنامج أهل المدينة. تشاهدون في هذه الحلقة: مديرية المنصورة بين الإهمال والإنفلات الأمني، خورمكسر مدينة السفراء ومهوى الزوار، وديع أمان الشاب الشغوف بالتراث العدني. على الرغم من الصعوبات والمعوقات التي تعيشها مدينة عدن، إلا أنها تحاول دائما المضي قدما. فعاليات وأنشطة في جولة إخبارية سريعة. ندد مجلس جامعة عدن بالاعتداءات المتكررة والمستمرة على أراضي الحرم الجامعي بمدينة الشعب غربي المدينة، ودعا مجلس الجامعة رئاسة الجمهورية والحكومة والسلطة المحلية بالمحافظة إلى تحمل مسؤوليتها وحماية ممتلكات الجامعة والتدخل العاجل لوقف الاعتداءات وعدم السماح بأي استحداثات في المخطط الهندسي التابع للجامعة وتشويه صورته الحضارية والتأثير على العملية التعليمية فيها. تسلمت شرطة السير في العاصمة المؤقتة عدن سيارة جديدة نوع FJ قدمتها دورة الإمارات ضمن الجهود التي تبذلها لتطبيع الحياة في المحافظات المحررة. وأشاد مدير شرطة عدن اللواء شلال علي شايع بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات لدعم شرطة عدن بالأجهزة الحديثة وتأهيل أقسامها وتدريب أفرادها، الأمر الذي قال أنه انعكس إيجابا على أداء الأجهزة الأمنية وضاعف من فاعليتها. هذا وكانت شرطة عدن قد تسلمت خلال العام الماضي 2016 ما يقارب 130 سيارة حديثة توزعت ما بين سيارات FJ وسيارات نوع شاص وسيارات الدفاع المدني ودراجات نارية خاصة بشرطة السير. وقعت الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة مع جامعة عدن اتفاقية لإعادة إعمار 4 كليات تضررت خلال عام 2015 بفعل حرب ميليشيا الإنقلابيين. اتفاقية الإعمار تهدف إلى إعادة تأهيل وصيانة كليات الهندسة والآداب والتربية عدن وكلية التربية في زنجبار أبيان بتكلفة إجمالية بلغت 70 مليون ريال بتمويل كويتي. المنصورة واحدة من مديريات مدينة عدن تشكو من انتشار الحفر والمطبات وطفح المجاري في شوارعها، وتبدو مساعي الحكومة ضئيلة أمام احتياجات هذه المديرية. عام ونصف على انتهاء الحرب في عدن، ومديرية المنصورة لا تزال تعيش واقعا مأساويا وظروفا معيشية وحياتية غاية في السوء. المدينة التي كانت ولا زالت بيئة خصبة للانفلات الأمني تشكو أيضا من تردي الخدمات وتوقف مشاريع التنمية وغيرها من القضايا التي لا زالت تشكل تحديا حقيقيا للحكومة والسلطة المحلية. المجاري الآن تطفح في يعني بعدة أماكن، والأطفال الآن عندهم وباء من ملاريا وأمراض جديدة اللي حصلت الآن عندنا، والآن يعني لا عيون المسائل نايمة عن هذا الشيء. غابت المسؤولية عن الناس كلها، المسؤولين كلهم غابوا، كل واحد يبحث عن نفسه، والمواطن الله يرحمه. الأضرار كبيرة شوف حدوث يعني على أصحاب المحلات أولا، هذا أولا. من ثانيا أصحاب طلاب المدارس لا يعرفون أن يمشون، يعني طول الوقت هم يعني تشوف الشارع كأنه ما فيش ناس ساكنين بهذا الشارع، وهذا من سبب كله المجاري. نرجو من السلطة المحلية أن تنظر بعين الاعتبار، وليست هكذا يعني أكثر من أسبوعين السلطة المحلية غير واعية، كأنه ما فيش بالمحافظة ولا شيء، لا سلطة محلية ولا محافظ ولا شيء. تبذل السلطة المحلية جهودا كبيرة في محاولة إعادة تطبيع الحياة في المديرية، إلا أنها تظل في نظر الكثيرين جهودا قاصرة ما لم تلامس جوهر المشكلة. تعتبر شبه منكوبة يعني من قبل المجاري المتعمدة بشكل دائم يعني في هذه المديرية. نحن نعاني من كل الطفيليات الموجودة في هذه المديرية من وباء حمى الضنك.
شوارع المنصورة أصبحت هاجساً يؤرق المواطنين ومشكلة تتفاقم يوماً بعد آخر ما لم تجد لها الحكومة حلاً سريعاً وجذرياً ينهي طفح المجاري فيها ويعيد تأهيلها لتكون صالحة للسير. هذه كلها حقوق تتكلف بها الدولة في القانون، تعتبر الدولة هي المسؤول الأول والأخير عن ما يجري هذا. المنصورة وهي من أكبر مديريات عدن تعاني أيضا من الازدحام السكاني وتزايد ظاهرة البناء العشوائي وسوء الخدمات الصحية، وهو وضع لا يبدو قريب الانفراج في ظل الأزمات المتتالية التي تعيشها البلد. الأستاذ محمد عمر البري، أهلا ومرحبا بك معنا في هذا اللقاء الذي نسلط فيه الضوء على وضع مديرية المنصورة بعد أكثر من عام ونصف على انتهاء الحرب. مثل ما ذكرنا في المقدمة أنه بعد أكثر من عام ونصف على انتهاء الحرب، ما هو وضع مديرية المنصورة اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم قناة بلقيس. طبعا احنا تسلمت المديرية منذ 9 أشهر بعد أن تم عادتها إلى سلطة الدولة، وبدأنا في الأعمال الخدمية والتي هي أهم شيء مرتبطة بحياة المواطن، ومنها الكهرباء والماء. طبعا الكهرباء في أيام الصيف كان الوضع منفلت أمنيا أولا، وأيضا كانت الخدمات متعثرة كلها في مجال الصرف الصحي، سواء كان في مجال النظافة في مجال الكهرباء، وعملنا بتعاون متكامل وتنسيق وتوجيهات اللواعي دروس الزبيدي والتعاون مع إدارة الكهرباء وكل المؤسسات العاملة الخدمية على مستوى المحافظة، وكان أهمها هو التركيز أولا على الجانب الأمني في إعادة تأهيل مراكز الشرط وفي يعني مساعدة كل الأجهزة الأمنية في التقليل من حمل السلاح وتطهيرها من العابثين فيها. ومن ثم انتقلنا متزامنا أو متوازيا مع العمل الخدمي في التركيز على تصفية كل الشوارع وكل البلوكات وكل المناطق من المياه الراكدة التي كانت سبب رئيسي في أمراض الناس. فعملنا حملات متتالية لشفط المياه وفتح المناهل المتسددة، وفي نفس الوقت عملنا حملات متكررة لأعمال النظافة وأيضا إبعاد العوائق من الشوارع الرئيسية. بالنسبة للكهرباء والماء هناك توجد يعني كثير من الصعوبات نتيجة خاصة في أيام الصيف، نتيجة يعني لانخفاض قوة الكهرباء داخل محافظة عدن، ولكن تحسنت يعني نوعا ما خلافا عن ما هو الآن في الشتاء. الشتاء الآن انخفض من الاستهلاك في ما يعادل 60%، ولهذا تلاحظ أنه الفرق كبير جدا وشاسع. هناك يعني أحيانا تحصل مشاكل انقطاع الكيبلات اللي قدمها وأيضا المحولات، ولكن بالتعاون بين المديرية والمحافظة ومؤسسة الكهرباء نتغلب على هذا المصاعب. وأيضا نفس العملية المياه، يعني تكاد كان بعض البلوكات والمناطق انقطاع الماء بشكل كامل من شهر نتيجة للشبكة وقدم يعني قدمها، والمؤسسة يعني الكل يعرف أنه ما في عندها موارد مالية نتيجة أن الناس ما تسدد، وأيضا الناس ما في عندهم رواتب. ولهذا الأخ محافظ المحافظة عدروس الزبيدي كلف المديريات بأن تصرف مبالغ مالية شهريا لمؤسسة المياه في الاتجاهين، شبكة المياه الشرب وشبكة الصرف الصحي، حتى تتعافى المؤسسة وتعاد إلى مكانها الطبيعي. فعملنا جاهدين مع المؤسسة وهم أيضا العمال بذلوا كل جهود في تسليك الشبكة وعادة تصليحها. اليوم نحن الحمد لله تكاد المياه وصلت إلى كل الأحياء ولا كل البيوت بدون انقطاع، وإن وجدت حالات فهي حالات استثنائية نعمل على معالجتها مع مؤسسة المياه أول بأول. أستاذ، نتحدث عن الوضع الأمني اليوم في مديرية المنصورة، ما هو الوضع الأمني اليوم في المديرية؟ حقيقة عندما يشاهد المواطن الأمن ما كان في شهر مارس إبريل واليوم، فالفارق شاسع كبير في حدود 80%. لا نستطيع أن نقول أنه قد قضينا على كل البؤر والتوترات الموجودة نتيجة يعني للأوضاع الاستثنائية اللي تعيشها المنصورة بشكل خاص. نعم، للأسف الكثير منهم من يشير بإصبع البنان على المنصورة بأنها وكر للكثير من العمليات الإرهابية والكثير من يعني الجماعات المتطرفة. نعم، كانت وكر، لأنها عندما احتلت المناطق كلهم قادروا إلى منطقة المنصورة، وأيضا هي تعتبر المدخل الأساسي لمدينة عدن، ولكن أجهزة الأمن الحزام الأمني والجهاز الأمنية عملت بكل تفاني في استئصال هذه الجماعات والبؤر الموجودة، ولكن لا نستطيع أن نقول أنها انتهت 100%، وباقي هناك يعني بعض
الجيوب الصغيرة جدا، أجهزة الأمنية تعمل ليل نهار، وبإذن الله ستسمعون قريبا عن انتهاء كل شيء في مدينة المنصورة. نعم، العلاقة والتنسيق بينكم وبين صندوق النظافة والتحسين للمدينة، اليوم في شوارع المنصورة لا تزال هناك الكثير من الشوارع التي تزخر بالقمامة، على سبيل المثال شارع السجن، هذا الشارع الذي لا يريد أن يتعافى أبدا. التنسيق من أبدع ما يكون، ممتاز. وعندنا فرق نظافة فرقتين مقسومة قسمين، في قسم من شارع السجن والقاهرة وكابوتا والتقنية، والقسم الآخر المنصورة لعبد العزيز لغيرها. أولا المنصورة هي كبيرة ومترامية الأطراف، والثانية أنه قلة الآليات الموجودة بهذه الأقسام، رغم أننا نعمل بين حين وآخر حملات لنساعدهم في أخذ القمامات المتراكمة. طبعا هي تحسنت كثير جدا، وإن وجدت هي يعني حالات استثنائية نتيجة لعطاب بعض السيارات، وما في هناك آليات جديدة دخلت على العملية، وفي نفس الوقت المواطنين لا يساعدون حتى على نظافة أنفسهم. بل نحن أمس نزلنا في مدينة التقنية، كان عندهم عبارة عن بحيرات من المياه الراكدة، وهو السبب فيها هم المواطنين لا يبالون، يرمون كل القمامة ونحن موجودين، ويرمون القمامة من شبابيك المطابخ إلى داخل ويسدوا المناهل. وحضرنا الشيولات والقشاطات والسيارات لشفط المياه وردمناها وجبنا البوابير. المواطن نفسه يجب أن يكون عنده حس ووعي بالمسؤولية ووعي، وكل يعني يرسد جاره إلى أنه النظافة هي أهم شيء، أولاً صحته قبلنا نحن، وفي نفس الوقت هي منظر حضاري. نعم، ذكرتم بأن موارد المديرية اليوم شحيحة جداً، من أين تأتي موارد المديرية بشكل عام؟ لا، هذه معلومات ناقصة. مديرية المنصورة هي أكبر مديرية بالنسبة للإيرادات، إيراداتها ممتازة، مشاريعها قائمة والحمد لله ما في أي شيء. ولكن أحياناً تصادفنا أن في مشاريع أكبر من إرادة المديرية، بل أكبر من مديرية المحافظة. نحن عندنا شبكة الصرف الصحي في المنصورة يعني متهالكة قديمة من الخمسينات، لا تستوعب الكم الهائل من البناء الذي توسع خلال هذه السنوات، وبالتالي هذا مشروع استراتيجي بنية تحتية بحاجة إلى مبالغ كبيرة. أما ما يتعلق في الإيرادات فمديرية المنصورة هي الأولى في التحسين. نعم، سوق الخضار المركزي الموجود في المنصورة هل يشكل إرادة للمديرية؟ سوق المركزي للخضار هذا هو استثمار خاص وليس ملك للدولة. الدولة تحصل على رسومها وضرائبها، الضرائب تأخذ في النقاط الخارج عدن، وبالنسبة لرسوم الدولة هو مبلغ زهيد جدا سواء كان القات أو الخضار، فلا تعتبر هذه موارد رئيسية، وهي رسوم دولة فقط، والضرائب يدفعوها في مدخل مدينة عدن وتتوزع على كل المديريات. نعم، مديرية المنصورة حالها كبقية المديريات، يوجد في طرقاتها الكثير من الحفر والمطبات، كيف تعتزمون حل هذه المشكلة أو على الأقل الحد منها في السنوات القليلة القادمة؟ نحن نزلنا فريق هندسي مننا ومن مكتب الأشغال، وانتهوا منه وقدموه لي قبل أسبوعين، وعقدنا اتفاق الآن مع مؤسسة الجسور والطرقات، خلال الأسبوع القادمة سنوقع الاتفاقية لترميم كل الطرقات الداخلية للمنصورة، وشارع السجن سيتم استكماله بشكل كامل. نعم إن شاء الله. لو تحدثونا قليلا عن الفعاليات والأنشطة التي تقومون فيها في مديرية المنصورة. نحن في المديرية عاملين فعاليات وأنشطة كثيرة، ومهتمين كثير في مجال الرياضة والمجالات الثقافية. فقمنا بعمل أولا مسح لبعض الملاعب الشعبية، ومن ثم يعني قمنا بتزويد الفرق الرياضية بكؤوس وميداليات وملابس، وعملنا عدة مرات دوري، وعملنا دوري بين مديريات المحافظة بشكل كامل، وكان آخره في مدرسة بن زيدون، أخذ الكاس طبعا الشعلة أصحاب البريغة، وكرمناهم حتى نحن من المديرية كل الفرق بملابس من المديرية. وعاملين الأنشطة الصفية في المدارس مستمرين فيها، وايضا تشجيع سباق الضاحيه للفتيات في برضه نفس المدرسه ابن زيدون، ودشنا العام الدراسي اللي صفي في مدرسه النعمان، وعملنا المجالس الطلابيه ايضا فيها، وايضا عملنا عده يعني للمعاقين، واخرها اليوم دشنا تسليم كفاله اليتيم ل 868 على مستوى المحافظه بشكل عام لمديره المنصوره بمبلغ 36 مليون و750 الف من مؤسسة الشوكاني لرعاية اليتيم والأعمال الخيرية. في المجال الثقافي أيضا نحن نشجع المسرح، وعملنا مسرحية آخر الأحزان
كانت في ماس تم الصرف عليها بما يقارب 5 مليون، وكانت مسرحية يعني ممتازة جدا، نالت يعني إعجاب الحاضرين والجميع كلهم. أستاذ محمد بري، نتحدث عن وضع المستشفيات أو الوضع الصحي التابع لقطاع الحكومة في مديرية المنصورة، هل هو يؤدي عمله على أكمل وجه أو على الأقل يسير بالتوازي مع القطاع الخاص؟ الوضع الصحي في المديرية أنا أقول يسير بشكل طيب، لا أبالغ ولا أقلل من قدر ما يقوموا فيه العاملين في هذا القطاع. عندنا مستشفى 22 مايو يقوم يعني بواجبه بشكل طيب، ولكن هناك كثير من الصعوبات والعائق اللي تكتنفه، وأيضا ميزانيته ويعاني كثير منها. وعندنا 2 مجمعات عاملة وهي بشكل ممتاز جدا، اللي هو أولا مركز حاشد وثم مركز القاهرة. وعندنا الآن مركز جديد في كابوتا، حتى اللحظة سيتم إن شاء الله تأثيثه وتجهيزه خلال الفترة القادمة. المقارنة بين المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص طبعا ما تجد في مقارنة، لأنه في فارق بين العناية وما يقوم به وما يقدمه العاملين في هذا المجال، وفي القطاع الخاص وما يتحصل عليه يعني من مبالغ مالية وعائدات، ففي فرق يعني نسبي. نعم، قبل فترة وجهت المحافظة بإزالة العشوائيات، لماذا توقف هذا المشروع أو لماذا لم تبدأ المنصورة فيه؟ العشوائي هو تم إقراره بشكل جماعي من قبل المحافظة والمديريات، وكان هناك برنامج عملي بدأ من كريتر ومن ثم المعلى وتعثر في المعلى وانتقل إلى التواهي وعاد للمعلى، والتعثر هو حاصل الآن في المعلى. نعم، أمور خاصة تعالج الآن من قبل الأخ المحافظ ومجلس الوزراء، وإن شاء الله ستستمر، لأنه لا يمكن أن تتقدم مديرية على مديرية إلا وفقا للبرنامج المرسوم والذي إن شاء الله سيصدر بقرار من قبل مجلس الوزراء. أستاذ، باعتباركم سلطة محلية، ما هي الصعوبات والمعوقات التي تواجهونها لحل المشاكل التي تواجه مديرية المنصورة؟ مديرية المنصورة شأنها شأن المحافظة، شأنها شأن بقية المديريات، تعاني جملة من الصعوبات، ولكن هذه ليس مرتبطة بشخص أو جهة. أولا نتيجة لعدم وجود ميزانية، ولا يمكن أن تسير المؤسسات أو المحافظة أو المديريات دون وجود مؤسسة يعني موازنة تشغيلية تلبي كل المتطلبات. يعني هل الموازنة فقط هي التي تقف عائقا أمام التنمية؟ الميزانية هي كل شيء، الميزانية أساسا هي كل شيء، بدون الميزانية لا تستطيع أن تحرك شيء. ولكن نتيجة للتسهيلات التي أعطاها الأخ المحافظ، وهذه حقيقة أقولها، في الصرف على تشغيل أمورنا وتسييرها من قبل مشروع الاستثماري الباب الرابع، هي التي مكنتنا من السير. وأن يعني أنا أقول المحافظة والمديريات وأيضا كل المكاتب التنفيذية لا تستطيع أن تعمل على الوجه الأكمل ما لم تتوفر لها ميزانية. ونفس الكلام في الجانب الأمني وفي الجوانب الأخرى. الجانب الأمني، لأن احنا لما نتحدث عن قصور في مراكز الشرطة وما تأدي من وظيفتها، العاملين فيها أو الجنود اللي فيها لهم من أكثر من سنة لم يستلموا مرتباتهم، وحتى القضاء متعثر. ولهذا إذا لم تتوفر كل الإمكانيات المتاحة ولو في حدودها الدنيا، لا يمكن أن تسير الأمور كما نريدها نحن. فلكن نحن نتعاون جميعا في تعاون مشترك ما بين المديريات وبين مكاتب التنفيذية في المحافظة، والأخ المحافظ هو أكثر الناس يعطي تسهيل من أجل يعني تسير العمل، وهذه حقيقة نقولها. نعم أستاذ محمد، لا يزال البريد على بداية كل شهر وحتى منتصف الشهر وربما في طوال الشهر يحتشد إليه، لا أبالغ إذا قلت، آلاف الناس بصورة يعني ولا يجدون رواتبهم، وتزال هذه المشكلة تتكرر وتتكرر شهرا بعد آخر. ما هو الحلول لهذه المشكلة؟ أنا أكد نفس الكلام، هم ما يحتشدوش عند البريد، يحتشدوا باب مكتبي. كل يوم تأتي الفلوس فيها باب مكتبي، يحتشدون مشاكل وغيرها. السبب الرئيسي يتلخص في حلها في قضية واحدة، أن تتوفر السيولة المالية. إذا توفرت السيولة المالية لا يمكن يطبر واحد عند مركز البريد، ولا يمكن أشوف شكوى عند باب مكتبي. فليس المشكلة في الفريد بعد، عندي مشكلة أنا من شهر أكتوبر عندي بعض العاملين لم يستلموا رواتبهم حتى اللحظة. هذه الشيكات اللي رأيتم أنا أوقع عليها يمكن تجي في شهر واحد أو في شهر اثنين إذا ظلت السيولة ضايعة بهذا الشكل أو غايبة عن البنوك. ولكن نحن نتأمل خير أنهم خلال اليومين القادمة هذه يقولون أنها ستصل المبالغ التي تضم طبعها. دون توفر السيولة المالية المحلية في البنوك لا يمكن أن تحتل هذه المشكلة التي سألتمون عنها. نعم أستاذ محمد، كسلطة محلية ما هي خططكم المستقبلية لإنعاش التنمية في مديرية المنصورة؟ نحن عملنا برنامج استثماري العام 2017 تضمن كل المشاريع التكميلية
والمشاريع الجديدة في المجال التربوي، في المجال الرياضي، في المجال الإنشائي، في المجال الصحي، في كل المجالات عملناها. نتمنى من الله أنه يمن علينا بدعم الموازنة لكي تتحقق. أما ما يتعلق بالمشروع الاستثماري فهو مشروع متواضع عملناه وفقا لتقدير الإيرادات من مديرية المنصورة، وهذا يعني إن شاء الله سيتم الإيفاء بها. أستاذ محمد، نتحدث عن الموازنة التشغيلية وكيف يتم تصريف هذه الموازنة؟ الميزانية التشغيلية هي معتمدة من سنوات أثناء ما كان ما قبل الحرب والاستقرار موجود. لا نطالب بميزانية أكبر منها، نريد ميزانية اللي رسمت 2015 فقط. الآن نحن نستلم 25% من الميزانية التشغيلية، يعني خصم 75%. عندما يطلب مني يعني قبل أسبوع، الآن المواطنين يتقدمون أن عندهم الكلاب المسعورة موجودة في مديرية المنصورة، هذا يتطلب إلى سيارة ويتطلب إلى مبيدات ويتطلب إلى علاوات غذاء، هذه كلها مش موجودة في الميزانية التشغيلية. فقط نحن عندما نحتاج، عندنا أنا رش الضبابي، البعوض موجود والأمراض تنتشر، بحاجة إلى حملة داخل المديرية قد عملتها مرتين، الأخ المحافظ يعطي صلاحيات مشكور من برنامج الاستثماري، بينما هذه ضمن المشاريع ضمن الميزانية التشغيلية كان. وعندنا أيضا حق العوائق، سيارات ما فيش ولا اعتمادات، ونفس القصة حق سيارة الدوريات، الصرف الصحي والنظافة، الكل الآن يعمل، أما أن يعمل بسيارته وأما أن يستأجر وأما نحن نشوف من واحد وآخر ينزلهم، وهذا طبعا العمل ما يقديش ولا يعطي المردود الذي نحن نتمناه. لكن عندما توفر الميزانية التشغيلية تعطي كل قسم وكل إدارة ميزانيتها لتقوم بالعمل، هنا تستطيع تجيب مبدأ المحاسبة. لكن في حالة عدمها نحن مع هذا كله نقوم بنفس الوظيفة، ولكن نأخذ من هنا ونأخذ من واحد ونأخذ من الأخ المحافظ، لكن عندما تكون في موجودة ميزانية تقدر أن تحاسب الناس عن أي تقصير في أعمالهم. نعم، الأقسام والإدارات التي ذكرتموها والتي تذهب إليها هذه الميزانية التشغيلية، لو تحدثونا عنها قليلا. شوف، نحن عندما أنا استلمت المديرية كنا في مكتب في الرعاية الصحية، مدير عام وسكرتيرته، والبقية المكاتب واللي هي في حدود 28 مكتب تعمل في بيوتها منذ ما قبل 2011. عندما استلمت المديرية تنقلنا يعني وطورنا المكاتب. اليوم نحن أخذنا موافقة الأخ المحافظ واستأجرنا دورين في هذا المبنى، 34 مكتب، طبعا هذا المبنى هو حكومي لكن استأجرنا لأنه مؤجر مع مقاول. فعندنا كل المكاتب التنفيذية موجودة هنا. الآن المجمع الحكومي هذا المواطن سيبدأ من أول موظف إلى أن يصل عند آخر أكبر موظف اللي هو المدير العام في المديرية، موجود فيها هنا مكتب الأشغال بكل أقسامه، العوائق والتراخيص والمهندسين وغيره وغيره. هذا المبنى خاص واستأجرتموه؟ هذا حكومي، هذه وهذه العمارتين هذه كلها حكومي، ولكنها مؤجرة مع مستأجر. نحن استأجرنا من المستأجر طبعا بمبلغ مش كبير، مبلغ لكنه نحن مؤقتا حتى نعيد هدم وبناء المجلس المحلي بعد أن ضرب وأصبح غير صالح حتى للترميم. ولكن الآن أصبحت مديرية المنصورة المجمع الحكومي متكامل جاهز كله، باستثناء دائرتين من المكاتب التنفيذية، مكتب التربية والتعليم ومكتب الصحة اليوم خارج المبنى بحكم أنه عندهم إدارات ممتازة وكل العاملين فيها. هذا المبنى يحتوي على 550 موظف، كل يعني مكاتب المديرية موجودة في هذا المبنى. نعم، إذا كان مكتب التربية والتعليم لم يفعل بعد، إلى أين تذهب مشاكل التربية والتعليم في مديرية المنصورة؟ شغال مكتب التربية والتعليم عندنا من أبدع ما يكون، تسير العمل. نعم، لكن التربية. أنتم الآن ذكرتم أنه لا يزال خارج يعني خارج المبنى. اثنين مباني عندنا، مبنى الصحة إدارته لأنه عنده إدارة ممتازة وعدد موظفي كبير، وإدارة التربية يعني إدارة ممتازة وعدد الموظفين كثير. بالكاد أن هذا المبنى استوعب المكاتب التنفيذية الأخرى، عندي 27 مكتب تنفيذي. اليوم ما هو وضع القضاء والنيابات داخل مديرية المنصورة؟ الآن القضاء بتوجيه من رئيس محكمة الاستئناف القاضي فهيم محسن، تم افتتاح محكمة المنصورة وأيضا النيابة، ونزلنا بتدشين أنا والأخ القاضي فهيم، وبدأت الآن تمارس مهامها، وهي عداء في البداية الأولى للعمل. إن شاء الله الناس ستكتمل يعني بشكل صح خلال الفترة القادمة. نعم إن شاء الله. الأستاذ محمد عمر البري، مدير مديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن، شكرا لك على هذا اللقاء. واحدة من أهم المديريات في مدينة عدن، فيها جبل الحديد ومحمية البجع والملاحات الأثرية، إنها مديرية خور مكسر، حكايتنا لهذه الحلقة. We'll be right back.
الأيسر واحدة من أهم مديريات مدينة عدن، تقع في الجزء الشرقي من المدينة المطلة على خليج عدن، وتتمتع بمزايا طبيعية سياحية أبرزها شريطها الساحلي على بحر العرب والمحيط الهندي. اكتسب هذا الجزء من مدينة عدن تسميته نسبة إلى الخور الذي بنيت على أطرافه المدينة بجوار المطار الدولي وبمحاذاة ساحل بحر العرب. فخور مكسر هو اللسان الممتد من البحر ويحيط بجبال عدن من جهة البر، وكانت مياهه في حالة المد تغمر أرض البرزخ أو ما بات يعرف الآن بساحل أبين، فتحوله إلى أرض سبخة يصبح العبور فيها أمرا بالغا في المشقة والخطورة، أطلق عليه الأقدمون اسم المكسر. اتخذها الاستعمار البريطاني موقعا عسكريا لقواته وشيد فيها ثكناته العسكرية، ومع تحول عدن إلى مقر لقيادة القوات الجوية البريطانية في عام 1927 حظيت خور مكسر بأهمية كبيرة لدى الاستعمار الذي أنشأ فيها مطارا عسكريا وعددا من المعسكرات والمباني، لتظل المنطقة شاهدة على الأحداث التاريخية المتعاقبة. ما إن انتهت الحرب العالمية الثانية حتى شرع الإنجليز في تخطيط مدينة خور مكسر تخطيطاً عمرانياً حديثاً وفق الطراز الأوروبي، رافقه تأسيس المرافق وتجديد المطار العسكري الذي شيد إلى جانبه مطار خور مكسر والمعروف حالياً بمطار عدن الدولي. تبع ذلك بناء وحدات سكنية على النمط الهندسي الإنجليزي ومستشفى إليزابيث الثانية، أكبر المستشفيات وأهمها في عدن، والذي تم تغيير تسميته بعد الاستقلال إلى مستشفى الجمهورية. في خمسينيات القرن الماضي شيدت منطقة الشابات بعدد من المباني السكنية متعددة الطوابق والشقق، وتم تعبيد الشوارع في ذلك الحي المزدهر بالمرافق العامة ليصبح خور مكسر من أفضل الأحياء ذات الطراز البريطاني الحديث، وفيه اتخذت الدول العربية والأجنبية مقرات لسفاراتها بحكم جغرافية المكان وطبيعته الهادئة. ظلت خور مكسر مهو أفئدة السواح والزوار كمنطقة زادها جمالاً وجود ساحل أبين أطول شواطئ عدن الموصوف بروعة منظره، حيث رماله الناعمة ومياهه الصافية التي أهلته ليكون أجمل مصايف مدينة عدن. إلى شمال غرب مدينة خور مكسر توجد العديد من الملاحات الأثرية القديمة الممتدة جذورها في أعماق التاريخ، ولا تزال طواحين الهواء المتحركة بنسيم البحر العليل شاهدة على عراقة المدينة وأسبقيتها. وعلى طول
طول الطريق البحري في منطقة خورمكسر تمتد محمية البجع على مساحة 4 كيلومتر طولا وكيلومتر عرضا، وهي إحدى أهم مزارات الطيور البحرية المهاجرة، وتشكل موطنا ومناخا سياحيا لتلك الطيور التي تستدفئ فيها في فترة الشتاء. الحرب لا تحترم أرضاً ولا إنساناً، ولكن علينا أن نبقى دائماً محافظين على مدخرات الزمن، لأنها من ترسم هويتنا وتحددها. تشرب حب مدينة عدن وحب تراثها منذ الصغر. إنه وديع أمان وجه المدينة لهذه الحلقة. نشأ في أقدم الأحياء الشعبية بمدينة عدن، وترعرع في أسرة مثقفة عرفت بحب التراث، فتشرب منها هذا الحب وترجمه إلى فعل ملموس في مدينة غنية بالآثار. بدأت مرحلة طفولتي في حافة القطيع، حافة القطيع العريقة، والقطيع هي من أقدم الأحياء الشعبية في مدينة عدن. عشت في أسرة محافظة وفي جو أجواء أسرية مفعمة بالثقافة والحب والوطنية. بدأ الشاب وديع أمان حياته الإبداعية شاعراً قبل أن يتحول إلى باحث متخصص في مجال الآثار، وكانت تجربته الشعرية ورغم عدم انتظامها غنية بالكثير من القصائد، بعضها لا زالت تغنى حتى اليوم محلياً وخليجياً. طبعاً الموهبة الشعرية توارثناها، والحمد لله في لي بعض المشاركات والمساهمات كانت بمثابة بداية أو تجربة أولية، والحمد لله في بعض يعني مساهماتي أو كلمات أو أعمال لا زالت تغنى إلى اليوم لفرقة القلعة الشعبية، وأيضا أغنية يغنيها الفنان السعودي عبد الله البريكان كانت محاولة باللهجة الخليجية. يعني مش مهتم أنا بهذا الجانب كثير، فقط إلا في وقت الفراغ أو على ما يجي لي هاجس. تفرغ قبل أكثر من عقد من الزمن لرصد وتوثيق آثار عدن ومواقعها التاريخية، وأدار في سبيل ذلك الكثير من الأنشطة الثقافية والجماهيرية عبر مركز تراث عدن الذي أنشأه بجهود فردية وبتمويل ذاتي. عدن تختزن يعني العديد من المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية، وتاريخها متشعب وعميق ومتفرع في كل المجالات وعبر عدة عصور. وقد لاحظت بأنه إلى حد الآن يعني ما كانش في مركز تراثي أو جهة تعمل في حصر ونشر وتوثيق جميع تاريخ وتراث مدينة عدن ونشره للعالم بصورة عفوية ومجانية. والحمد لله كانت فكرة وبدأنا حبة حبة، يعني فكرة كانت جديدة وضرورية وفكرة ملحة فرضتها الحاجة والوضع والأوضاع الراهنة والمعاناة التي عاشتها أو عانتها عدن خلال 50 سنة الأخيرة تقريبا، لأنه لاحظنا بأنه يعني هناك إهمال كبير في الدور الرسمي والدور الحكومي بالاهتمام بالآثار والمعالم الأثرية والتاريخية وكذلك التراث الثقافي للمدينة بشكل عام. بدأ وديع نشاطه الفعلي في حماية الآثار القديمة وإحياء التراث العدني خلال 6 سنوات الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح،
وواجه حينها صعوبات وعراقيل حكومية بدءا من السلطة المحلية في عدن وانتهاءا بالسلطة المركزية في صنعاء. واجهنا بعض الصعوبات من الجهات الحكومية للأسف. الصعوبات كانت بداية في الاعتراف الرسمي والحكومي بهذا المركز الوليد الجديد. تقدمنا بمقترح للأخ مأمور مديرية صيرة الذي كان حينها في سنة 2009 تقريبا، خالد معروف عقبة، الذي بدوره رفع مقترح أيضا للمحافظ محافظة عدن بتخصيص مقر المجلس التشريعي كمقر مؤقت لجهتين تعمل في مجال المعالم الأثرية والتاريخية، كانت جهة مركز تراث عدن وجهة أخرى. للأسف تأخر المقترح في المحافظة 6 أشهر. بعد 6 أشهر تفاجأنا بأن المحافظة أعلنت عن تأسيس أو إنشاء مركز تراثي جديد تحت مسمى مركز التراث العدني. طبعاً مركزنا هو مركز تراث عدن، وهذا مركز التراث العدني تقريباً نفس التسمية لكن مع ألف ولام هنا طيب. وأعلنوا برضو في الخبر الذي نشر في الصحف هذه الأيام في 2009 بأن المقر سيكون مقرهم هو المجلس التشريعي الذي نحن رفعنا المقترح إلى المحافظة بأن يكون مخصص للجهات التي تعمل في التاريخ. يعني أخذوا المقترح كامل وأسسوا مركز وأخذوا التسمية كمان في نفس المكان. غير أن تلك العراقيل لم تضعف من معنويات الشاب الشغوف بحب مدينته وتاريخها العريق، بل زادته إصرارا على مواصلة نشاطه التطوعي الذي لم يقتصر فقط على الرصد والتوثيق، بل توسع ليشمل أنشطة ثقافية وجماهيرية للتوعية بأهمية عدن ومكانتها التاريخية. مركز تراث عدن وضمن أنشطته الثقافية يقيم سنوياً مهرجاناً للاحتفال بعدن، واختار تاريخ 13 فبراير يوماً لهذا الاحتفال السنوي الذي أطلق عليه يوم الوفاء لعدن. ويتوقع وديع أمان أن يكون مهرجان عدن الثالث خلال العام 2017 أكثر نجاحاً وأوسع مشاركة. خصصنا 13 فبراير كيوم الوفاء لعدن، نحتفل فيه من أجل مدينة عدن، نعبر فيه عن حبنا لمدينة عدن. كان المهرجان الثاني في 2016 بعد الحرب، بعد تحرير عدن من الميليشيات الغازية، وأقمنا في صهاريج الطويلة والحمد لله لاقى نجاح كبير، وتم تغطية المهرجان من قنوات عربية وخليجية ومواقع إلكترونية وأخبارية خليجية، العديد من المواقع، صحيفة الإمارات نشرت، صحيفة الاتحاد الإماراتية، صحيفة عكاظ نشرت خبر السعودية، الحمد لله. وننوي في مهرجان عدن 3/2017 بإذن الله أن يكون بشكل أكبر وأفضل من كده. يعيش وديع أمان على أمل أن يرى عدن وقد استعادت مكانتها التاريخية ودورها الريادي الذي لا يجهله أحد، ويعاد تصنيفها كأفضل المدن عالمياً. أعتبر نفسي أحد نشطاء مدينة عدن المحافظين على معالم هذه المدينة، سواء كانت تاريخية أو ثقافية أو دينية أو إسلامية، حيث ما كان مثلا على سبيل المثال قضية معبد جين، معبد هندوسي، طبعا خلاص ما فيش عندنا لا هندوس ولا نصارى، ولا نحاول نحافظ نحن على الحجر الأثر نفسه، لأنه أي مبنى تجاوز عمره، هذا في قانون منظمة التراث العالمي اليونسكو، أي مبنى تجاوز عمره 100 عام يعتبر تراث إنساني عالمي. وديع أمان أثبت دائماً بأنه ابن عدن البار الذي يسعى دائماً لدفعها نحو الأمام وحماية تراثها الإنساني، فالله قد جملها بالبحر والمكان، وبقي على الإنسان الحفاظ عليها تاريخاً ومدينة. إلى هنا
مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير وإلى اللقاء.